ثم فبعد افتتاح وتكبير صلاة عيد إن أتى بهما سنة تعوذ. فبعد افتتاح وتكبير صلاة عيد إن أتى بهما يعني بعد افتتاح وتكبير صلاة عيد سنة تعوذ هكذا ذكر. لكن هذا متى يكون البعدية؟ البعدية يعني لو أتى بهما. ليست البعدية شرطا لسنية التعوذ، لذلك قال إن أتى بهما. فهذا رجل لم يرد أن يأتي بدعاء الافتتاح، هل يسن له التعوذ؟ نعم يسن له التعوذ، سواء أتى بدعاء الافتتاح أو لم يأتي بدعاء الافتتاح. لكن لو أتى بدعاء الافتتاح متى وقت التعوذ؟ بعد دعاء الافتتاح. كذلك ممكن رجل هذا يأتي بتكبيرات صلاة العيد أو لم يأتي، على كل حال يسن له التعوذ قبل الفاتحة. فإذا لو كان يأتي بهذه التكبيرات فالتعوذ بعد التكبيرات، هذا معنى قوله. لذلك قال إن أتى بهما سنة تعوذ ولو في صلاة الجنازة سرا، التعوذ سرا ليس جهرا بخلاف البسملة، ولو في الجهرية صلاة جهرية لكن التعوذ سرا ندما. وإن جلس مع إمامه يعني هو وجد إمامه بالتشهد ثم قام مما بعد سلامه، أو كان الإمام بالتشهد الأول ثم هو قام مع الإمام، فإذا يأتي بالتعوذ كل ركعة. هذا التعوذ يسن في كل ركعة ليس في الركعة الأولى فقط. بعض الناس هكذا يقتصرون على التعوذ في الركعة الأولى، ليس كذلك بل في كل ركعة ما لم يشرع في قراءة ولو سهوا. هذا كما ذكرنا في دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح مسنون متى؟ ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا. فهذا التعوذ يسن ما لم يشرع في قراءة الفاتحة ولو سهوا. كما ذكرت هناك مسألة سبق اللسان، وهو يأتي هنا إليه، إذن هو أراد أن يقرأ التعوذ لكن سبق لسانه إلى البسملة، فإذن وهو يعود إلى التعوذ يأتي به ثم يقرأ الفاتحة. لو ترك سهوا فلا يسن له. وفي الأولى أكد ويكره تركه، ثم في الركعة الأولى التعوذ أكد يعني سنته مؤكدة، ثم ويكره تركه يعني ترك التعوذ يكره، ليس في الركعة الأولى بل هذا مطلقا. يكره تركه يعني ترك التعوذ في الركعة الأولى وفي سائرها أيضا هذا مكروه. وسنة وقف على رأس كل آية حتى على آخر البسملة خلافا لجمع، يعني سنة وقف على رأس كل آية يعني عندما يفرغ من كل آية 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 يقف هناك. لماذا هذا الوقوف؟ هذا أولا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا في الفاتحة، أما في خارج الفاتحة ليس هذا مسنونا، بل يعني يقرأ بنفس واحدة تماما، تمام الفاتحة بنفس واحد يقرأ، أما في الصلاة لا يقرأ هكذا. لماذا؟ هذا الوقف يساعد التدبر، يعني كلما يفرغ من آية يقف ثم يقرأ الآية الثانية ثم يقرأ، ومع ذلك يراعي يعني الموالاة أيضا. هذا وقف فقط، وقف يسير، لو وقف أكثر من سكتة الاستراحة تفوت الموالاة، فإذا ينبغي أن يتحذر منه أيضا ومع ذلك يقف. وهذا الوقف يساعد على التدبر، لذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل آية حتى على آخر البسملة خلافا لجميع. وبعض من الأئمة قالوا يعني هذا البسملة توصل للحمدلة، وصل البسملة للحمدلة للإمام غيرها، هكذا قال جمع. فإذا ليس كذلك، يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هناك فقط، ثم باقي كما قال سائر الأئمة يعني يقف 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 هكذا.
منها أي من الفاتحة دي. وإن تعلقت بما بعدها فإذن لا ينظر يعني إلى المعنى. هذا بعض الآيات يعني تتعلق بما بعدها، مثلا الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إياك نعبد وإياك نستعين لا تتعلق بما بعده. اهدنا الصراط المستقيم تتعلق بما بعده، يعني صراط الذين أنعمت عليهم هذا بدل من الصراط الأول. إذن هكذا تعلق بين الآيتين، لكن مع ذلك يقطع آية آية. ولولا أن لا يقف على أنعمت عليهم ثم ينبغي كذلك يسن أن لا يقف على أنعمت عليهم. لماذا؟ لأنه ليس بوقف هناك ولا منتهى آية عندنا. فإن وقف على هذا لم تسن الإعادة من أول الآية. لماذا؟ بعض من الأئمة قالوا أن هذا رؤوس آية، يعني الذين لم يعددون البسملة من آي الفاتحة عندهم آيلا سورة الفاتحة سبع آيات. لماذا؟ ورد في الحديث في حق الفاتحة أنها السبع المثاني، لذلك عند الجميع الفاتحة سبع آيات. عندما يعدد البسملة آية من آي الفاتحة كشافعية عندهم هذا صراط الذين أنعمت عليهم لا ينتهي هناك آية، بل وهذه وما بعده جميعا آية، يعني من الصراط إلى الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية واحدة والباقي ستة. أما من نفى البسملة من الفاتحة وهم يبدؤون عندهم الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، إذن كيف تكون سبع؟ عندهم هذا صراط الذين أنعمت عليهم هي آية مستقلة انتهت هناك، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. فإذن هذا بعض القراء بعض الأئمة يقرؤون كيف وهم يعني يعكسون هذين الأدبين، أولا يوصل بين الآيات يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا يوصل أولا بين الآيات، ثم في صراط الذين أنعمت عليهم يوقف هناك، كلاهما يعني خلاف السنة. ثم فإذا في صراط الذين أنعمت عليهم لا يقف، ثم بعده يعني غير المغضوب عليهم هناك عليهم الثاني، هل يقف هناك؟ هناك لا يقف أصلا. لماذا؟ نفس اللة موجودة هناك، فهذا ليس بوقف ولا منتهى آية. ثم بينهما فرق، لو وقف على عليهم الأول لا يستغنف الآية، يعني من صراط الذين أنعمت عليهم لا حاجة إلى الرجوع إلى أول الآية. لماذا؟ اعتبارا بهذا الخلاف، يعني هذا رؤوس آية. أما غير المغلوب عليهم هناك ليس خلافنا، هذا ليس عند أحد رأس آية، لذلك لو وقف هناك يعني في عليهم الثاني يرجع إلى غير المغلوب عليهم بل الضالين، هكذا يرجع ويستأنف، هكذا فرق بينهما. نعم. ويسن تيمين ناقبها.